في هذا الفيديو لنفهم كيفية تعقب أجهزة لوست والعثور عليها تثبيت أدوات جبس على جهاز أصدقائك أو أي جهاز محمول والانتقال إلى صفحة الأجهزة تعقب والبحث انقر على زر تسجيل الدخول إلى جوجل وسجل الدخول باستخدام الحساب الذي استخدمته على هاتفك المفقود إذا قد وقعت بالفعل الدخول إلى حساب آخر، ارجئ سجن طولاً واضغط على علامة جوجل في زائر. أنقر فوق استخدام حساب آخر. أدخل تفاصيل حساب جوجل الذي قمت بتسجيل الدخول به في جهازك المفقود. اضغط على خيار المتابعة لقبول شروط الخدمات. لقد قمت الآن بتسجيل الدخول بنجاح إلى المسار والعثور على صفحة الجهاز. اضغط على علامة التبويب الأجهزة الأخرى. في هذه الصفحة ستجد قائمة الأجهزة المتزامنة على حسابك. انقر فوق هذا الرمز لعرض موقع الهواتف المفقودة على صفحة الخريطة. رمز الجوال على الخريطة هو الموقع الحالي للجهاز المفقود. اضغط على هذا الزر الذي يرسم الطريق على صفحة الخريطة إلى موقع هاتفك. اضغط على هذا الزر لنسخ الإحداثيات. شكرا للمشاهده